يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمدك اللهم حمد من أخلص النية لوجهك الكريم، ونشكرك شكر من اهتدى بطاعتك إلى صراطك المستقيم، ونشهد أن لا إله إلا الله اطمأنت قلوب العارفين بنوره واستأنست نفوسهم بمعرفته، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، قاعدة ألزم الله بها سبحانه ذاته العلية أن مع العسر يسرا، ولكن ذلك مشروط بشروط، هي أنه عندما يقع الإنسان في العسر أيًا كان نوعه أن يفر منه إلى التجمل بالصبر والرضا، من اللجوء إلى أعتاب الله سبحانه والتمسك عند جنابه. يقول ربنا عز وجل في كتابه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إن أنتم وفيتم بعهدكم التجاءً وفراراً وإخلاصاً لله سبحانه، وفيت بعهد الذي عاهدتكم به بأن أخفف عنكم وبأن يعقب العسر يسرا. وإنكم لتلاحظون أيها الأحباب أن في هذه الحياة التي نعيشها، سواء كانت حياة فردية أو اجتماعية، هي مصداق لقوله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعقب الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا يبرز السؤال المهم جدا، والذي نغفل عنه أو نتجاهله، أو لا أدري ماذا، أو يسوف لنا الشيطان، أو لا أدري ما السبب. السؤال المهم يا أحباب: هل نحن وفينا بعهدنا مع الله؟ هل نحن وفينا بعهدنا مع الله؟ هل لجأنا إلى الله؟ هل تراحمنا؟ هل تعاضدنا؟ هل تركنا العصبية والقبلية والغلظة والفساد؟ كل هذا السؤال يجب أن يسأل ببساطة جدا. الكلام يتكرر، لكن ما زال الأفعال نفسها من الفرد والمجتمع، من الفرد نفسه ومن الحكومات والمجتمعات، ما زال يتكرر. هل تبنا إلى الله؟ هل أقلعنا؟ هل انتهينا عن الفساد؟ هل رحمنا بعضنا بعضا؟ هل زرعنا المحبة فيما بيننا؟ هذا هو السؤال اللي ابتسله واحد الآن. يقول لك والله الأمور ومن السيء لأسوأ ومش عارف كيف، ده الداء موجود وصفناه، الدواء موجود، لم نأخذ بالدواء. نحن مصرون إلى الآن على الاستمرار، في العصيان والتكبر والفساد والخراب ببساطة. فكيف تريدون من الله أن يوفي بعهده سبحانه وأنتم لم توفوا بعهدكم بعد؟ يستشكل البعض، بعض الإخوة يسأل يقول لك: ده ليه ربي يجعل العسر؟ ليش ربي علاش يعذب فينا هيك وكذا؟ ليبين لكم الحقيقة يا إخوان، الحقيقة أن هذه الدنيا دار ممر فقط وليست مقر. للأسف احنا خديناها دار مقر،
الإنسان يتصرف وكأنه سيعيش إلى الأبد. ومع الأسف نحن نرى كل يوم الناس تلحد وتموت، ومع هذا سبحان الله الإنسان لا يرتدع. يقول لك ليش؟ علاش الدنيا ربي خلقها عذاب ويعذب فينا ليه؟ لأنه يريد، لو كان جعلها خير كلها وعشت في عيش رغيد ما فيش شر ما فيش العذاب للإنسان، أنت يجيه ملك الموت ينتزع، صعب الانتزاع، لأنها نعيم مقيم، والنعيم المقيم هو في الجنة مش هنا. هذه يجب أن نفهمها، أن هذه دار امتحان. يجب على المؤمن يا أحباب أن يتجمل بالصبر. وأجمل تجسيد لهذا المعنى كله اللي نضرب الآن، واللي أريد أن أؤكد عليه جمعة بعد جمعة، أنه لا بد من التغيير، لا بد من التوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كان في نفسك شر يجب أن تغيره من الآن، تأخذ عهد على الله أنني أريد أن أتغير. نرى الآن الفساد والكوارث وتسلط هؤلاء الأوباش على المجتمع مش من فراغ. أرجوكم، الحل أمامكم وبإمكانكم. أضرب لكم مثل، أجمل صورة في كتاب الله لمن أراد أن يتذوق القرآن. سيدنا يوسف عليه السلام، ببساطة يعني، تكفي هذه أن تكون خطبة فقط، ببساطة أريكم كيف الإنسان يوفي بعهده وكيف أن الله سبحانه وتعالى يوفي. سيدنا يوسف عليه السلام صغير 5 سنوات، أخوته من الحقد والحسد على مكانته وضعوه في جب، وضعوه في بئر، ودون ذنب اقترفها مسكين لمجرد أن والده يحبه محبة قلبية، وضعوه في الجب. جاءت سيارة أخذوه، باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة. سيدنا يوسف العزيز المكرم النبي يباع وين؟ يباع في سوق النخاسة. كل واحد يحط الآن نفسه في هذا الموقف، خوته يحطوه في بير، شوفوا البلاء. يجوا ناس يبيعوك عبد، تباع وتشترى، تخدم، تباع وتشترى. سيدنا يوسف ثم يشتريه عزيز يوسف، يضعه في بيته خادم. الابتلاء الأكبر والأطم ليتخايل الآن كل شاب له عنفوان وقوة. سيدة العزيز، امرأة العزيز، بعد أن رأت وافتتنت به راودته عن نفسه. ماذا كان الجواب؟ هذا الابتلاء العظيم، في ابتلاء بعد هذا؟ مفيش. ولذلك يقول النبي في الحديث الصحيح، من السبعة الذين يضلهم الله، يا شباب، سبعة يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ويا شباب الآن بعد حملة السفور الآن والتبرج، والإذاعات والأنترنت والدنيا كلها تحاول لنزع حجاب المؤمنة، وللأسف بدأنا نرى بوادر هذا. قبل 2011 ما كناش مش واحدة مش متحجبة، الآن بدو يطلعوا في الخصلة ويطلعوا في شيني ومكياج وإذاعات فساد، سلام ووعد ومش عارف إيه، كلها تدعو إلى زعمة التحرر وكذا. هم يدعو إلى سفور المرأة وإلى الحرية، زعمة الحرية. هذا ما يحاول إغواء الشباب ولتردي المجتمع ولانهياره. سيدنا يوسف ماذا كان جوابه عندما راودته امرأته؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوفوا العظمة بتاع المؤمنة، شوفوا المؤمن كيف يوفي بعهده. كل المغريات، كل المغريات تجيه لكن يرفضها، رئيس حكومة ولا رئيس شركة ولا مدير مصرف، تجيه العمولات يقول إني أخاف الله رب العالمين. أي عظمة بعد هذه الصورة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أكن من إيه؟ من الجاهلين. فاستجاب لها، بدأ الإيفاء بالعهد من الله، أوفي بعهدي، أوفي بعهدكم.
فاستجاب له فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يا ليبيين ما فيش حد تاني بيرحمكم غير أوفوا بعهدكم طاعوا السميع العليم. كيف يوفي بعهده؟ كيف ينزع عنكم هؤلاء الأوباش، هؤلاء الفاسدين، هؤلاء المارقين، هؤلاء الطامعين؟ كلهم ينزفهم رب العزة. بس كونوا رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يستجيب له رب العزة، يصرف الكيد عنه، وتشاء الأقدار أن يرجع إخوته نادمين له، ويصبح هو ملك مصر. يقول ماذا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. يقوله كل ليبي الآن وكل مؤمن، أنت ولي يا رب في الدنيا والآخرة. لا ولي رئيس حكومة ولا مدير شركة ولا صاحب عمل ولا غني ولا غيره، يا رب أنت ولي في الدنيا والآخرة. ادعوه هذا الدعاء الجميل، توفني مسلما وألحقني بمني. ما تلحقني بالجبابرة والطغاة. تبدأ واحد يتمنى يقول لا والله كويس وربي يحشرني معه، لا، ألحقني بالصالحين، الصالحين الذين سيجتمعون حول حوض المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم من نريد رفقتهم، مش رفقة الفاسدين والجبابرة والطغاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحباب أرجوكم تحملوني بس، أرجوكم والله ما أقول الكلام إلا ابتغاء وجه الله ورضا الله. الآن مرت علينا ذكرى الثورة 17 فبراير، وصار سبحان الله سباب وشتام، شيء يحز في النفس. هل نحن المجتمع، أنت تفتح وتشبح التعليقات من الطرفين والإيداعات وكذا، تشمئز من نفسك، معقول إحنا نصل إلى درجة من هذه التردي؟ هذا التردي سباب وشتام، وراه ناس عادية. أنا دائما كنت أتكلم، نقول لكم المستفيدين سواء من أيام الملك أو من أيام القذافي أو من أيام 17 فبراير، هما لا يحق لهم، أي واحد منهم مش حيحتفل ب 17 فبراير أكيدة، حتى من 17 فبراير اللي قلنا عليهم ونقزوا على 17 فبراير، اللي توا يملكون الملايين والألفات والسيارات الفخمة والمناصب، هما لا يحق لهم مثلهم. بل مرات واحد من جماعة الفاتح يقتنع ويرجع لعقله ويحق لا يحتفل، لكن هما لا يحق لهم. يا أحباب أضرب لكم مثلا مع فارق التشبيه، بس حاجة واحدة لنقنع أن هذه حركة تغيير مش مقصود بها إن عصبية ولا أنا نبي ننتصر على جماعة، لا، إحنا نبو نبنوا حياة للمستقبل، حياة لأبنائنا كليبيين. نحن لا نتصارع على السلطة، إحنا العوام 95%، إحنا يا أحباب لا هم لنا بالخصام واحد الفاتح والستم، لا، إحنا من يوفر لنا حياة كريمة في ظل إسلام مجيد، هذا هو ما نريده فقط.
لكن السلطة والكراسي هذه شورهم هم. أنا أقول لكم الأخوة يقول لك آهي نفعتكم 17 برا طوابير خبزة وطوابير مش عارف شني بزينة به. النبي صلى الله عليه وسلم مع فارق التشبيه أرجوك افهموا قصدي، جاء برسالة سماوية مجيدة محمدية، رسالة التوحيد. رسالة التوحيد مش رسالة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، لا هذا الأساس، لكن رسالة في مضمونها حياة اقتصادية واجتماعية وثقافية كل شيء. الإسلام شامل لكل شيء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب لتغيير المجتمع، مجتمع قريش الجاهلية، جاء النبي لتغييره، تغيير مفاهيم وضع اقتصادي كان سائد فيه السادة، السادة اللي موجودين الآن اللي في الكراسي، أن هناك طبقة كبيرة من المجتمع أيضا لها الحق والعيش بدون أن تكون مضامة أو مظلومة. هذا هو الإسلام في جوهره. به كم قعدوا المسلمين في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ 13 سنة. 13 سنة وسيدنا أبا بكر رضي الله عنه وعثمان الأغنياء في قريش، ما نتكلمش على الفقراء. تو واحد يجي يقول لك لا هذوما فقراء يعذبوا فيهم وينكلوا بهم، لا ليش ما قالوش والله تو احنا كنا عايشين كويس، انت ليش احنا هالتغيير والتعبد تعب هذا اللي نديروا فيه ونتعذبوا، احنا عايشين وكنا فلوس وامورنا طيبه. هذا يحق لسيدنا عثمان ان يقول هذا وهو اول من اسلم، يحق لسيدنا عبد الرحمن ان يقول وهو الذي قال والله لو مسكت الحجر لتحول الى ذهب. هذا يحق لهمش. وبدا سيدنا بلال وياسر عذبوا 13 سنة وهم يعذبوا لين مشوا للمدينة، ليش ما قالوش والله لا تعذبنا وكذا؟ تو يجيك واحد يقول لك لا والله فبراير حركة تغيير يا إخوة. هل نحن نجحنا في كبح جماح الثورة المضادة ولا الخونة من فبراير نفسهم؟ ما نجحناش للأسف، تكالبت عليها الثورة هذه كلها، كلهم تكالبوا عليها، وصلونا إلى ما نحن فيه بأن نقول والله لا المصارف. به من هو السبب في المصارف وفي الفساد هذا اللي مستفيدين من وجود هذا الفساد واستمراره؟ احنا مش احنا، احنا كان مفروض من 17 فبراير أن تتغير الدولة اللي عشناها في الماضي. لا نريد أن نذكر، كنا نريد دستور ونريد انتخابات، وهذا ما خرج من أجله الأبرياء الأطهار اللي استشهدوا في أول فبراير، اللي خرجوا مش في بالهم لا كرسي ولا سلطة ولا غيره، لا خرجوا خرجوا من أجل الحق فقط، يريدون التغيير. دولة كانت في أسفل السافلين، نريد أن نعيش دولة محترمة لها كيان ولها اسم ولها اعتبار. به هذا النقاش المفروض يا أحباب يدور بين المثقفين والمجتمع، مش يدور بنا ننتصر عليك وخلاص، لا ما نوصلوش إلى هذا التردي. مش معناها نتو نقول في الكلام هذا إن هذا كلامي كله صح، لا قد يقوم واحد من الأخوة عنده فكرة أخرى يقنعني بها، لا نريد حوار للرقي بالمجتمع وللخروج من هذه الدوامة. دوامة إيه؟ دوامة الفاتح ودوامة فبراير، لا هذه حركة تغيير. كل الشعب الليبي نعرف مش كنا عايشين ونعرفه وشين كنا عايشين يا ناس، ما جيناش من برا، احنا ما كناش هاربين برا وبعتالي جينا انقذنا في ليبيا، لا عشنا الألم كله عشناه ورأينا بأم أعيننا ما كان يصير. ما يجيش واحد الآن يقول لك لا والله الإخوة الآن حركة كبيرة. أنا كنت نقرأ في كتاب الآن لواحد من الإخوة من تونس مطلع النظام الأول الملائكة، وهناك حركة واحد عراقي واحد تونسي واحد جزائري، هادو في من يدفع لهم في الأموال للتلميع والبهرجة وكذا وكذا؟ لا. فأرجوكم في النت يكفينا والله العظيم شقاق انت كذا، انت صفتك برا، انت تتشمت في خوتك واقفين في المصرف ولا في برايت، تتشمت في روحك انت. اصحوا اوعوا، بلادكم محتله، الروس فيها والسوريين والبلاي، العالم كله فسطة، والاتراك العالم كله فسط ليبيا، وانتم قاعدين تتعاركوا. وين العقل؟ بس فهموني، بس وين العقل؟ قاعد انا اخوي هو يسب فيا وانا نسب فيه وصفتك وكذا ليه؟ أو بنغازي أمس خرجوا احتفالات مسكين وخايفين، فبراير ما زال في ناس واعية، في ناس تفهم،
احنا لا نكاية لا في القدافي ولا في جماهيرية ولا غيرها. أرجوكم أنا ما أتكلمش على الجماعة اللي كانوا ملوك ومستفيدين، أو يا إخوة هذه حاجة طبيعية في الإنسان. أنا كنت ملك، الفلوس تحتي والسلطة تحتي، والآن جيت انتزعت مني كل شيء، أه؟ باهي الفقير المتملح ليه ماليش حق يعيش؟ والله أنت بس تعيش. ما هو أفهم النقطة هذه. إحنا أردنا التغيير ليس من أجل نكاية في الأولين، أولادنا الأولين هم جماعة الفاتح السلام، يعني مش خوتنا، ما هو أهلنا ووطن ومعانا في البيت يا أخي، مرة معاك في البيت. لكن يا إخوة النقاش يجب أن يتغير. الإخوة المثقفين يجب أن يكون هناك حوار لإقناع الغير، مش بالقوة. هو اللي هذا هيك مسكر دماغه والله جاهل، هذا ما تعدلش عليه. لكن نحن نتكلم عن اللي مقتنع، نحن نريد تغيير حقيقي في المجتمع. هم موجودين الآن في الصورة، يعني يجروا كلهم في جرة دبيبة ملفات، يبي وزارة، يعني تو هذا يجروا على مصلحة الشعب الليبي. ما هو للطامة يا إخوان أنها كلها تجري على مصالحها. عصابة مسكت البلد ما عادش قدرنا نتحرروا منها، هذه المشكلة. ويلهوك بحاجات تانية، تقعد أنت في سب خوك وأنت سبني وأنا نسبك وهم أمورهم مية مية. هذا هو المخطط. فأرجو أن تكون وصلت فكرتي بدون تعصب ولا أي شيء آخر. والله النية إلا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا، ثم لنا بالإسلام، أن يزرع المحبة في قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، فرج كروبنا، واختم بالصالح أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، يسر لنا كل أمر عسير. اللهم يا رب، اللهم يا رب، من أراد بهذه البلاد خيرا وبلاد المسلمين فوفقه يا ربي لكل خير، ومن أراد به سوء أراد بها سوءا فاجعل دائرة السوء عليه واصرفه عنا يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولأرباب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.